طبعا انا اليوم مشكلتي طبعا ما صايره بالتاريخ، تاريخ تاريخ البشريه ما صايره. انا طالب كليه العلوم السياحيه جامعه المستنصريه، زين دخلت بالمرحله الاولى، اديت الامتحان الدور الاول والدور الثاني، زين نجحت، استلمت النتيجه ناجح، رحت للمرحله الثانيه. يعني انت امتحنت الدور الاول وقعدت ودخلت الدور الثاني نجحت؟ الدور الثاني نجحت يا مرحله انت؟ انا حاليا نجحت للثالثه. طبعا طيب نجحت للثالثه، مبروك. الله يحفظك. والله يا مبروك دمروني. ليش؟ غير نجحت. تفضل تفضل. والله كارثه. كارثه والله ما صايره. طبعا طبعا ابتزاز وغلط وتهديد من قبل عميد الكلي. على شنو؟ على شنو انا نجحت من الاول للثاني. زين. ومن الثاني نجحت للثالث واقع بمادة واحدة، أنا عندي مادة محملها من الأول. زين. ومادة الإنجليزي من المرحلة الثانية، يعني عبور محمل للثالثة يعني نجحت. جيت أمتحن الدور الثاني مادة التحميل ما لقيت اسمي. يلا دكتور راح الوقت الساعة 9:30 الساعة 9 الامتحان، شوف لي اسمي. كان يقول لي إيه ما أعرف شنو، شوية دخل للحاسب كان يقول لا أنت عندك مشكلة، إحنا غلطانين وياك. شلون أنت راسب بالمرحلة الأولى وإحنا ما قايلين لك. دكتور انت جات الشقاوية، قال انت وانت شنو حتى شقاوية؟ لحظة حبيبي، الكلام حاليا اسف الكلام مو منطقي. يعني شنو واحد بمرحلة ثالثة يقولوا له وبجامعة مو أهلية، سيارات له أهلية حكومية بالمستنصرية حكومية بمرحلة ثالثة يقول لك أنت راسب بالأولى وما الله شاهد الله شاهد وباحترام يسح منك لو شنو؟ شو يقول لنا؟ هسه عف هذه عف هذه شو يقول لي؟ قلت له دكتور شلون يعني أنا رايح للثالثة ترجعني؟ قال لي إيه صارت مشكلة ورا المشكلة، طبعا امتحنت اخر امتحان انجليزي نجحت وطلعت نتيجتي. يقول لي انت اصلا مو بالثانية، انت كذاب مشروح وناجح بالمرحلة بالدور الثاني وعبرت رسمي. واسمك كان موجود من امتحانك لو دخلت وياهم؟ لا لا اسمي موجود وسنة كاملة داوم وياهم واساتذة وجامعات وسنة كاملة اداوم وياهم. اخر شيء يقول لي شو تريد؟ انا غلطت وياك وشو تريد؟ تريد تطلعني غلطان قدام العالم؟ انا بعد طلعت القضية وانت طالب راس بالمرحلة الأولى ترجع المرحلة دخلت العميد. شو اسمه هذا الأستاذ اللي العميد زهير عباس عزيز القريشي باسمه الثلاثي واللقب، ورئيس القسم دكتور محمد عودة. دكتور محمد عودة واخر شيء يقول لي يمي قضيتك وانت مظلوم. قلت له زين مصاريف وقعدة وسهر وقراية وانا يعني اذا يصير يرجعك للمرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى وروح لأهلك، وروح لأهلك ارجعك للمرحلة الأولى وروح لأهلك. يقول هم ممنوع، يقول المقرر، يقول المقرر ممنوع تخلي له دفتر يمتحن ويبقى له دفتر بالماده التحميل من خلى الطلاب تطلع. قلت ليش؟ يعني موضوع عداء شخصي لو ما انا ردته مش عندك وياه، انا ردته مش عندك وياه. ليش؟ عندك انت تعرفني جيتك قلت لك نجحنا من المرحله الاولى. انت اللي دسولف فيه كارثه. الله يعني احنا كنا نتحدث قبل شوي على الرصانه وعلى وصاله التعليم. الله وعلى شاهد الله شاهد. شنو شاهد؟ جامعه ثاني اهم جامعه بالدوله. الله شاهد. ثاني اهم جامعه بالبلد اللي هي المستنصريه. الله شاهد. تاريخ التعليم كله تنجح مرحله ثالثه ويقول لك والله خطا تتحمل مسؤوليتك. الله شاهد الله شاهد. سولفت البروفيسور بجامعه بغداد لطم على راسه. زين بالمرحله الاولى استلمت نتيجه؟ استلمت نتيجه ناجح. هي المشكله جيت اني اسمي بشعبه باع المرحله الثانيه سعد رحيم. بالمرحلة الثانية اسمي بنص الامتحانات الفصلية بنصف السنة سعد رحيم، اسمي بالامتحانات النهائية سعد رحيم ودكتور، ونتيجتي مال المرحلة الثانية هذه نتيجتي مال المرحلة الثانية هذه ناجح. هذه مادة التحميل مال الدور الأول، هذه طبعا مال الدور الثاني ما يقبل ينطيني إياها، هذا أخذها يريد يشققها مني. هذه ختم ورسمية وهذا قدام وهذا قدام زين نشوفها إليه. شو يقول لك؟ يقول لي لا ما له علاقة، جيبها هاي حدة العقل. يقول له هاي النتيجة مالتنا انطيني اياها. قلت له هاي سلاحي اروح لسيد الوزير. يقول لي يا سيد الوزير. يقول لي يا وزير تروح والله العظيم لا اخلي وحي ينزلك من فوق ما يوقف على عندك. والله العظيم هذا عميد الكلية يقول لي لو ينزل وحي. عندك مشكلة شخصية يعني؟ ما عنده ولا اعرفه وما عنده. انا الطالب الوحيد اللي ما فد يوم صعدت الى قسم وردت منه درجه او ردت منه شيء او ردت منه قضيه. قلت له دكتور طلبك تروح للاهليه يستفادوا منك. قلت له دكتور انا جايك تعرفني انا مسوي شيء غلط، فد يوم سئت فهمني اذا استحق هيك عقاب فهمني. يعني انت دمرت مستقبلي، دمرت حياتي مرحله ثالثه، انا هم اريد اتخرج اريد اشوف حياتي اريد اشوف طريقي، ليش هيك؟ يقول له شنو انت اول مظلوم اخر مظلوم مش روح يقول اقول له روح للوزير. اقول له روح للوزير. يقول له شنو الوزير؟ واذا ما رحت للوزير وش تريد؟ تريد اطلع انا غلطان؟ لا مع الاسف شلون يطلع هو غلطان؟ كارثه اللي
سولفها الاخ سعد، هذه لو بغير مكان هذه مو تدمر الرصانة العلمية، هاي تسبب بإقالة وزير مو رئيس جامعة. طالب بالمرحلة الثالثة يجي رئيس القسم ورئيس الجامعة يريد يرجع للمرحلة الأولى، والله مستحيل منه أنت راسب بالمرحلة الأولى وإحنا استحينا نقول لك. تتخيلون هذا الموقف؟ عندك خطأ؟ خطأ ويا طالب شقد مشى عليه؟ شهر شهرين النصف الأول من السنة السنة كلها خطأ تتذكره بالمرحلة الثالثة مالته؟ زين شلون سنة أنت نتيجة؟ هذه السنين اللي راحت شلون؟ الشخص اللي سمعتوا الكارثة اللي سولف بيها هي أمام السيد رئيس الوزراء وكل مسؤول موجود بالدولة وأمام السيد وزير التعليم العالي شخصيا اللي هو يعتبر نفسه أب لكل طالب مظلوم وأب لكل الطلبة اللي موجودين بالجامعات العراقية. ثاني أهم جامعة بالعراق الجامعة المستنصرية توقع بهذه الكارثة نتيجة الدور المرحلة الأولى موجودة، نتيجة المرحلة الثانية موجودة، بالمرحلة الثالثة اسمه موجود وينجح ودور ثاني. تريدون ترجعون المرحلة الأولى وراح يترقن قيده ويترك الجامعة ويتدمر مستقبله والله بسبب أخطاء ما يريدون يعترفون بها الجامعة، فهذه إذا سكت عليها راح تكون كارثة.